اما معني بخلاف هذا باش نسمعكم رؤيه سي محمد كوكا بالنسبه للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في ميدان التمثيل. نسمع سي محمد كوكا كان جات عنده السلطه ولا كان نجم كان ينجم شنو يعمل له؟ معناها كان جيت براي نحطهم في الحبس الدخلاء على خاطر المهنة هاتو نقولك زاد سؤالك خارق للعادة على خاطر المهنة متاعنا ما عندهاش شيء يأطرها وخطوط اللي نمبورت كي مهما واحد تجبدو هكا من هنا تحطه يمثل وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه. ما عادش نشوف المسلسلات على تمثيل الحموم والمناظر اللي نشوف فيها والرداءة لأنه ما ثماش معناها ما ثماش طبيب يسمو يكون عنده الدكتوراه متاعه والكذا انجينيور يكون عنده الشهيد متاعه تمثيل هكا تكركش لك تولي ممثل ولهذا معناها الدخلاء يسم القضاء عليهم. دونك انا ضد لي انستغراموز وخاطر يكونوا دخلاء التمثيل كان جيت النجم دخلهم للحبس خاطر فما برشا رداء لازم القضاء عليها وكنتوا تسمعوا في الاكستريم تاعو على راديو ماد. سفيان نبدا بك رايي والله انا الاسلوب ما عجبنيش بصراحه المناظر عبارات ما نجم نتناقش معاكم نقول لك انا مثلا لابد من أنه نعطوا فرصة للممثلين أكثر خاصة للمحترفين أنهم يخدموا وكذا الدخلاء كيفاش باش نقيموا منطق الدخلاء نجي خاطر مخرج يقول لك أنا عندي رؤية إخراجية وأنا عامل حتى كي جبت من انستغرام ولا جبت من نعرش منين راني جبت منتها ناس وعملت لهم تيست وعرفت اللي هم ينجموا يعطوا الإضافة وكذا منطق كركرش لك تكون عرشنية وكذا أنا نتخيل أراه الحل الوحيد فكروا يا سفيان اللي مش كان سي محمد كوكا كان تقلق من وجود المؤثرين لكن أرايهم كان أقل حدة من الممثلة أما مش نعطيك أنا كان يسمع رأيي أنا قل. يطبقوا القانون اللي هو موجود قانون موجود من قديم الزمان اللي هو الثلثين ممثلين يكونوا محترفين والثلث بيان سير باش تعطي فرصه للهوات وتعطي فرصه للناس الجديده ان تجد فهمتني يطبق القانون هذا تخرج الناس كل فرحانه ويقصد عندهم حق راهو تو تجيك واحد كسي محمد كوكا يقعد فتره 3-4 سنين ما يخدمش في مسلسل وما ينادوش ولا كذا ويحس روحه انه بعد على الساحه الفنيه وراهو الممثل باللي يبعد راهو يحس بالوجيعه وبالالم وبال روح يحس روحه ميت بالحق يحس روحه منسي وذي من أنا اللي نعذروا فيه إنه اللي قال الكلام هذا خاطر بوجيعة أو خاطر برشا ممثلين أنا قاعدين نساو فيه بشوية بشوية سعلي الخميري عيسى حراس كسي محمد كوكا برشا ممثلين من الغالب محمد اليانجي سعيد الحامي لزر البوعزيزي برشا ممثلين معناتها اللي منسيين ومن والله غالبا انا هذيك الخدمه تو انا ما بون انا نقول قال لي خير السماء تتسع لكل النجوم اللي يخدم صح ليه واللي ما يخدمش ان شاء الله تجي فرصه باش يخدم ما نجمش خاطر يخدم تولي تسب العباد اللي تخدم وانت فهمت ما نحاولوا الحد في المفردات الناس كل عندها الحق يخدم واللي في الاخر شنو في الاخر شنو اللي سي محمد انا لا تروقوا لي في الاخر شنو الفيصل بين العمل والممثل هو الجمهور اذا الجمهور عجبه الاداء تو يقبله ما عجبوش تقول لك حتى كان قاري مسرح ولا مش قاري مسرح ماهيش مرهونه في قاري مسرح ولا ماكش ولا من الانستغرام في الاخر فما اداء اذا هو اقنع الجمهور جمهور تو يشكره ويحبه اذا ما اقنعش الجمهور تو جمهوري الرياكسيون تاعو ظاهر.